مدار في هذا اللقاء الذي طبعا تشرفت بلقاء السيد صلاح جوجيل. السيد صلاح جوجيل هو رئيس مجلس الأمة، وكان هناك فرصة لأن التقينا بسيد المجاهد، وهذه من ذكريات جميلة عن تاريخ العلاقات بين كوبا والجزائر. وبنفس الوقت طبعا تطرقنا عن أفق وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين كوبا والجزائر، وتطرقنا أيضا عن الآفاق الجديدة في مجالات مختلفة، في مجالات الاقتصادية وغيرها. كل هذا لتقوية هذه الأواصر الصداقة المتينة الراسخة التي القائمة بين كوبا والجزائر، والتي طبعا نعتز بها. وأغتنم هذه الفرصة ونحن في الساعات الأخيرة في هذه الأرض الطيبة، أرض المليون والنصف شهداء، أغتنم هذه الفرصة لأنقل من خلالكم تحية خاصة لشعب الجزائر الشقيق. ونحن على باب رمضان، على باب العيد، نريد أن نهنيكم، ومن الآن نقول لكم عيدكم مبارك إن شاء الله. وأرجع إلى كوبا وأحمل أجمل الذكريات لهذا الشعب المضياف النبيل الذي ناضل طويلا، وبنفس الوقت الذي استضافنا بكل المحبة والاحترام. ولا أستطيع أن أنسى هذه المهمة التي استمرت تقريبا 4 سنوات ونصف. فمن هنا مرة أخرى شكرا، تحية للجزائر، تحية لكوبا. مجمع جزائر تيوب يتمنى لكم رمضان كريم. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.